وكل الشباب يا زلمه. أطفال الأعزاء، أهلا بكم مرة أخرى في مهرجان فرحة العيد السنوي، ونتمنى لكم أوقاتا مليئة في الفرح والبهجة والسعادة. ولنترككم مع فرقة مستر كيف من بيت لحم ومن مع العم طوني، خلونا نحب به جميعا. شو اسمي؟ أنا الدب ولي. شو اسمي؟ أهلا وسهلا فيكم في مسرح مستر أوكي، بنرحب فيكم، بنحبكم كثير، وهلا مع بعض بدنا ننادي على مستر أوكي. مستر أوكي شكله نايم. يا ولاد يا ولاد، نادوا معي، قولوا مستر أوكي. شوفي يا نوسو، يلا يا بابا، يلا وصل اولاد البنات، يلا فيه اولاد مين؟ اولاد دكتورم يا بابا، يلا فيه. مش سامع صوت حدا؟ في حدا هون؟ اجيتوا؟ هذول عن جد اجوا؟ اجيتوا؟ يلا مع بعض صوت عالي.
واحد اثنين ثلاثة خطة، واحد اثنين ثلاثة خطة، واحد اثنين ثلاثة عطة، واحد اثنين ثلاثة بكفي، واحد اثنين ثلاثة بوسي، واحد اثنين ثلاثة هزي، واحد اثنين ثلاثة حمام، واحد اثنين يلا ننام، واحد اثنين ثلاثة زحفي، واحد اثنين ثلاثة وقفي، واحد اثنين ثلاثة لفي، واحد اثنين ثلاثة بكفي، واحد اثنين ثلاثة خطة، واحد اثنين ثلاثة نطة، واحد اثنين ثلاثة عطة، واحد اثنين ثلاثة بكفي، واحد اثنين ثلاثة بوسي، واحد اثنين ثلاثة هزي، واحد اثنين ثلاثة حمام، واحد اثنين يلا ننام. اوكي بنتي سوسو زفولة. اوكي بنقول مع بعض كمان مرة. Yeah.
صوت صرخات. هذا شوفني هاي. واو، عمين جاي تتحبر هيك وياها؟ انا بعرف صوتك صوتها، بس هي تقعد من النوم. ليه؟ عشان يا بابا تغنى عن وجهها. لا، عشان تختنا على السينما. عشان نروح عند وجهها والتحسيري. روح انت وياها سيبوني انام. Yeah. Sure. My name is...
في شيشي بدها اياه. حلو ليش مش عاجبك؟ طيب بلاش 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 تيجي عمال التوك ليشي بلاش تيجي التوك ليشي استنى طيب انت التوك ليه؟ انا جبت لك شوكه شو هاي؟ يلا وزيب لك إشي حلو وتحبيه بس جبت لي شار شوفي شار بيشي هذا اسمه راكون شو اسمه؟ راكون راكون مش عرسي هذا راكون تفيش منه حلو هذا شكله بخوف حيوان أليف بحكي بحكي معي بطل؟ معلوم شوفي بس شكله بخوف لا بخوف بس تعالي جربي حسي ما املسه حلو؟ اه يعني روحي روحي جربي تعالي شوفي شوفي بجنن بجنن شفتي محلاه؟ يعني شو بدي اعمل لها؟ عزيزي نبي عن جد يلا بدي جيلي فكرة قوية يلا ما بعد فكر نطلب من واحد من الاولاد او البنات اذا بيعرف نكتة خلي شوي مين؟ تعرف نفسي؟ تعالي زفولة اوكي بمين؟ احكي لنا نكتة بصوت عالي لنوسو او للولاد يلا مرة في زحى بس ما كملت استني ايه؟ بس ما كملتها هي اه صح طيب طيب اه زحى مال ما هو زحى ضحك ودت امه يشتري لها بندوره فقالها ما بعرف احكي كلمه بندوره قالت له ضلك احكيها بالطريق بندوره ضل يحكي بالطريق دوره 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 كانه وصل المحل قال للزلمه بدي دوره قال له شو دوره قال له امي كانت لاجيب دوره قال له شو دوره يا زلمه روح احكي لها
هسا راح نزل وطالها. قالت له امه وين البندورة؟ قال نسيت الظرف في الطريق وجبت هاي البندورة من المجاري. صارت تحكي له ولك روح جيب البندورة. قالت له قال لها ما هي البندورة بعيدة. قال لها ما هي هي ما انا بقول لك ما هي. صارت تحكي له ولك روح جيب البندورة.
خلص شو؟ خلص شكلها فكرة قوية نسى نعم يا نسى 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 لا لا نعم نسى نعم انت بتعرفي شو في وراك الحيط لا اللي قدام الحيط الهواء لا اللي في الهواء انت لا اللي وراي سوسو لا اللي وراها جو سهاد شفتي سهاد تعرفي سهاد اسمعوني هذا قصر ويني قصر ويني هون ويني بحب الاطفال تعرفوا انه بحب الاطفال بلعبهم بطعبيهم عسل وكمان عنده كل تبعون ديزني شو رايك نروح عنده وهو بيساعدك نروح عنده يلا يلا شو رايك ايش في عنده عنده شوكولاتات عنده مدينه ملاهي احلى من ميجا لا عنده درج ايه درج عنده درج من شوكولاته وانت طالع عمسي لتوقي شو رايك خليني افكر هلا توافق واقنعها ان شاء الله ان شاء الله طيب عشان نروح القصر استعدي يلا يلا هيك لنمشي هيك لنمشي شو هذا توم وجيري ايوه يلا باكو العسل يلا يلا نوسف انا وصلت نوسف ولك هيا مرحبا عرفت شو انت مستر اوكي؟ نسف عرفتي اهلا اهلا شو بدكم؟ المزبوط يا عم ويني احنا اليوم كنا مبسوطين كلنا صح؟ جينا غنينا ورقصنا وبعدين يوسف يوسف شو مالها؟ يوسف زعلت ومش عارفين شو مالها لهلا وعملت لها خداع وحكوا لها الاولاد نكتة وش عملنا لها كمان وجبنا لها الركون وغنينا لها بدهاش تحكي لنا شو مالها طيب طيب انت صير الموضوع علي وانا بدبر الموضوع ايه يعني انت راح تساعدها ايوه انا بساعدها ايه طيب عمويني انا بدي اروح وانت اذا تقدر تساعدها ساعدها بدي اروح ارتاح شوي طيب طيب سيب الموضوع علي ما بدي احكي لك طيب كيف بدي اعرف شو مالي يا مش انت ويني لازم تعرف شو مالي طيب استني شوي وهي تجي بدي اورجيك هالشغله يعني انا هيك الاولاد زي الطنجره
الشجرة. عمودي حاجات.